يا فخامة الرئيس، شكرا لكم. هو قال إنه البعض يستغرب من الاهتمام المتزايد لروسيا بإفريقيا، وأنا أعتقد بأنه هذا ممكن ليس استغراب بل الحظر، فيستغربون البعض أن روسيا في المحطات السابقة أولت اهتماما غير كافيا بإفريقيا. لدينا خبرة طائلة وواسعة ادخرناها على امتداد العقود، فلذلك في بعض الأحيان لم نولي اهتمام كافي بإفريقيا، ولكن مراعاة للقدرات المتاحة الحين ومراعاة لنجاحات أخرسناها أشواط قطعناها، نحن نستطيع أن نستأنف تعاوننا، وأنا أتمنى بأن عملنا المشترك سيستمر ونحن نتخذ الخطوات صوب ذلك. فأنا ألقي القلم إلى فخامة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى. شكرا جزيلا يا صاحب الرئاسة الرئيس بوتين، رئيس روسيا الفيدرالية. أيها السيد المحترم الرئيس الاتحاد الأفريقي، سيداتي وسادتي، فإنني أتكلم الآن نيابة عن جمهورية وسط أفريقيا، وحيث أتحدث في الجلسة العامة للندوة الثانية لقمة روسيا وإفريقيا. فبود أن أشكر روسيا الفيدرالية على عزمها في تأييدها لإفريقيا في نضالاتها من أجل السيادة ومن أجل حقوقنا المسجلة في دستور الأمم المتحدة. فبودي أن أشكر السيد الرئيس لروسيا الفيدرالية وروسيا حكومة وشعبا على إتقان تنظيم ندوتنا والتعاون مع إفريقيا بالرغم من الصعوبات الجيوسياسية والمناخية والطاقية. فبلادنا وسط إفريقيا أو جمهورية وسط إفريقيا تتمتع بمعونة روسيا، فعلاقاتنا هي علاقات الصداقة، إنما اكتسبت مستوى الأعلى للصداقة، فإنها العلاقات العليا الممكنة. فروسيا وإنها لا تبالي من أي مشاكل جيوسياسية، تقدم معونة لبلادنا وخاصة لقواتنا المسلحة وقوات أمننا في نضالاتها ضد المنظمات الإرهابية التي، إن صح التعبير، في سنة 21 هاجموا عاصمة بلادنا مدينة بانجيفا بين شعوبنا، وقد أقيمت العلاقات التي تمكنت من إنقاذ الديمقراطية في بلادنا. فإننا عقدنا الانتخابات الديمقراطية الحرة، فتجنبنا النشوب الحرب الأهلية الجديدة الكارثية. فنيابة عن بلادي حكومة وشعبا، فاسمحوا لي بأن أعبر لامتناننا وشكرنا للحكومة الروسية والشعب الروسي على ما تقدم من التأييد، وذلك حيث إننا نمر بسبب ذلك إلى الازدهار والمزيد والتطور. فهناك الكثير من الوعود، فإننا نشاهد حاليا أزمة مناخية وغذائية، فإفريقيا تبحث عن الشركاء الاقتصاديين اقتصاديين وسياسيين الآمنين، ونسعى إلى التعاون
ذي المنفعة المتبادلة، فجمهوريتنا ولمدة طويلة كانت تعيش في ظروف الخضوع وظروف عبء الاستعمار. ففي سنة 94 فإننا دخلنا المرحلة الجديدة، فإننا ننوع علاقاتنا الاقتصادية والدبلوماسية ونقيم العلاقات بما نشاء. فهذه الندوة التي يشمل أيضا على العنصر الإنساني الهام إنما عبارة عن الإمكانية بالنسبة لنا بأن نكافح هيمنة بعض المشاركين في العلاقات الدولية. ففي إطار التطور التعاون التجددي مع روسيا إننا نبحث عن الحلول المستديمة الهامة بالنسبة لنا. سيداتي وسادتي، فبلادنا ومعادنها إنما وطبيعتها إنما فغناء عظيم، إنما فهذه الثروة لا تستفاد بالصورة الكافية. فالعب الاستعماري لا يزال يذكر بوقوعه، فنحن ندعو كافة بلدان وشعوب العالم إلى التعاون المتبادل في إطار المنظومة العالمية على أساس دستور الأمم المتحدة. فبودنا بأن تتجسد مثلنا العليا بغية التطور المتجانس والسلم والأمن.